هاي المدرسة لا، هاي المدرسة لا، هاي كنت فيها صح، هاي زبالة، هاي لا بتخزي، أح هاي المدرسة بليبيا، لا كمان لا لا، الفتيات مدرسة الفتيات المتميزات للبنات، أح أنا منزل إخوان ستوري، أنا كاتب فيها بدي أنقل على مدرسة جديدة، في ناس كاتبين لي روح على المدرسة هاي اللي في السعودية، وناس كاتبين لي روح على المدرسة هاي اللي في ليبيا، أحا أنا قايل لكم بدي أغير مدرسة مش بدي أغير المعيشة كلها، إخوان هاي الستوري اللي نزلتها أنا كان قصدي إخوان اللي هو الناس اللي ساكنين بالزرقاء، أو الناس اللي بالأردن بيعرفوا مدارس بالزرقاء، أنا مش رايح أغير مكان سكني ولا أروح أتغرب، في واحد كاتب لي ليبيا، إذا ما أنا شو بدي أسافر على ليبيا عشان أدرس؟ كل اللي طالبه منكم إنكم تدوروا لي هيك مدرسة هيك محترمة كثير حلوة، يكون فيها متابعيني وكيف ننبسط وفيش داعي للدراسة، إذا في واحد كاتب لي مدرسة البنات المتميزات، ماشي أنا بحب البنات بس يعني مزبوطش كمان أسجل معهم. مواصفات المدرسة اللي أنا حابة أنتقل عليها يعني تكون هيك مبانيها كبار، فيها ملاعب، ويعني يكون فيها بنات مزاز ومختلطة، يا أبوي بشوف المقطع، أهم شيء إنها تكون المدرسة إسلامية وتدريس هيك وبتطلع مهندس. هسا أكيد عرفتوا ليش أنا ما بجاوبكم أنا بأي مدرسة، وكثير ناس بيسألوني أنت أيهم بأي مدرسة يا أيهم، أنا ما بجاوبكم بالمرة لأن أنا حالياً أنا مش عارف وين أنا بأي مدرسة، يعني يمكن أنتقل، يمكن أظل، يمكن أسافر، مش عارف أنا وين، فلما أنتقل على المدرسة الجديدة بحكي لكم أنا وين عشان تسجلوا معي، يعني هذا كمان هاي الرسالة للي معي بالمدرسة الحالية واللي مش معي بالمدرسة عشان تنتقلوا معي، بس أنتقل يا إخوان على المدرسة الجديدة بصور لكم ستوري بحكي لكم أنا انتقلت على المدرسة الفلانية هاي، فأنتوا بتيجوا هيك بتلحقوني، أهم شيء المدرسة تسمح لي أصور، أنا بدي أصور بفيديوها، بدي أصور سكتشات كمان، هسا فوكك من المدارس، تعالوا نضحك هسا على مقاطع القصف، بس قبل ما نبلش بنهاية هاي المقطع في رسالة مهمة كثير 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 بدي أتجوز يعني انسوا في رسالة كثير مهمة، يا إخوان قبل ما نبلش بدي أحكي لكم عن أهم تطور في حياتي كلياتها، غيرت السيت أب تاعي، بتعرف شو عملت؟ الطاولة هاي كانت هناك، زحت لهون. يعني غرفتي حسيت هيك تغيرت 180 درجة يا اخوان اقسم بالله حاسس بتطور بعرف طول في المقدمة كثير خلينا نفوت بالمقطع ويلا نفضح ارضه يلا يا بتشبه عدنان اللي معلينا حاس حالي شميت كل الصوص اللي طقعتها وانت شادة حالك لي المحترم محترم الكويس الكويس اللي مش عاجل العاجل كنترول اهلا وفاة كنترول اذا ما بتسكر قناته بدي اشخ في ثمك بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله تعالى إذا في حد بيهددك اغمز الله شاء وما لما أبوك يكون بيصلح ما قدر وما عط إذا حدا بيهددك صفر مرتين وما أخي شكل أمه مسكيت الحفاية ورا الكاميرا إذا يعني إذا مهدد نط تشقلب مرتين ورا بعض انسحابي من تشجيع النادي الكتالوني لما أمي تخليني أمدح من أكل عشان تبعت لخالاتي إذا مهدد شخ نام اعمل أي شيء إذا مشان الله مكاني نفسي شو بتخلف طبيعي قاعد معلم؟ وبعدين شعرك ولا مو كلسي هاي؟ بقدرش اميز بين شعرك شعر باطي سبب اوجاع ولا خشمك مش مال مطرة وبعدين راسك ولا بكيت دخان ها؟ جنك العطور راسك ولا بيضة جنك العطور وبعدين تشبه شرك جنك العطور خشمك ولا غرفة هاي جنك العطور وكراسك وقفاك واحد شاهد لأول مرة بقرة تستحم جنك العطور خشمك ولا شاتجن ها والله تعبان التمثيل 0/10 الأداء 0/10 التصوير 0/10 الصوت 0/10 الممثل 0/10 حمص فلافل 10/10 على فكرة مش صوتك ضع والله ضع والله ضع والله ولا ضع ولا ضع ولا ضع حبيبي احنا هون بنقصف قسم الامراض النفسية على الطابق الثاني عندك اليمين كيف تختارين الصدرية اللي تناسبك لازم اتابع عالم الصدريات بهمني كثير انا وتابعونا عشان تعرفوا اكثر عن عالم الصدريات لازم ندخل عالم الصدريات عشان نكتشفه اكثر يلا بسم الله بلشي معلمي اول شيء هو الحجم دائما تأكد من مقياسك بشكل صحيح احسب الفرق بين المحيط تحت الصدر وحجم الصدر نفسه يلا اكتب عندكم بتحسبوا المحيط وبتقسموه على اثنين بعدين بيطلع معكم علمة الرياضيات على علمة الحاسوب بتقسموهم بيطلع
أو بيان. وإذا ما كنت بتقدم المقاسك ممكن تسألي أي حد من الموظفين. شو اللي تسأل واحد من الموظفين؟ يعني بيكون بيعرف حجم صدري أكثر ما أنا بعرفه. شو إيش فيه؟ وبالنسبة للستايل، اختاري التصميم اللي يناسب لبسك واستخدامك. اختاري الصدرية القطنية، سجلوا عندكم الصدرية القطنية أحسن بكثير، اللي تسمح للجسم يتنفس للأيام العادية وللبيت، تسمح للجسم يتنفس وللمدرسة والمناسبات. حتلاقي تصاميم مختلفة تناسب لبسك، سواء كانت صدرية تيشيرت أو بتبطين خفيف وغيرها. سواء كانت صدرية تيشيرت مع اثنين بيض وسنيورة وجبنة وفلافل بنص ليرة. تمام. اختار الألوان والتصاميم اللي تعبر عن ذوقكم وشخصياتكم. اختار اللون والتصاميم اللي تعبر عن ذوقنا وشخصيتنا واستاذ المهني والمالية والجغرافيا. تمام. وتذكر يا بنات، الصدرية المثالية تزيد من الثقة والراحة. تزيد من الثقة والراحة وخصوبة التربة وتوافر المياه وطول الأمطار. تمام. لا هي جت قنبلة، لأنه إذا فقعت بتعبي الدنيا خرا. فيش فرق بالمرة يا زلمة. معلم انت في مسبح بحلقة، انسى في عالم، في محيط، في كائنات حية، في باص مدرسة. الشاب صار زفتة، عجل الدراجة طلع من ثمه. هذا مو الترند الهندي، هذا ترند المتوحدون وإلى ربنا راجعون. انت بدك نقع بهايبكس عشان تصير بني آدمي زينا. كيف تعمل مغسلة من طيب؟ إذا حاب تعمل مغسلة من طيب اتواصل على رقمنا 072 يفضح أمك مرتين. Have you ever just been راسك تقول لمبة حمام. Have you ever just been خشمك تقول منشرة واعي. Have you ever just been شعرك تقول خريط. Have you ever just been حواجبك تقول شفرة حلاقة. Have you ever just been رقبتك تقول شباك. Have you ever just been I wanna mess with me, huh? هذا مو دراجون بول، هذا دراجون غول. Where my Louis Vuitton اتطلع كم عيب راح اطلع فيه. Where my Louis شعرك تقول برداي. Weef اسنانك زي اسنان سبونج بوب. Weef شفايف ولا دونت هذول. Weef كل سن بمحافظة. Weef عيونك ولا جراد. Weef ايديكي ولا ماسورة. Weef خشم ولا قرشاط. Weef وبعدين راسك متوازي اضلاع. Weef خلاص بكفي اللي بعده. شيماء عافاك جاوبيني. شيماء تعالي مسحي له برابيره معلش. ثلاثة لا ترفع صوتك عليهم، امك وابوك وانا، لاني بداعس عليك يا رغيب. وانا اللي متعدي مالوش دية. وابوك ثمك شوية يوصل لذانك. وابوك انت وشكلك تقول مفتاح انجليزي. وابوك برشلونة نزلت الاسهم تعاونها بعد هذا المقطع. وابوك شو الحليب اللي شاربه يا ملك الزعمر. وابوك ريحة الخرية لهون شكلك عاملها على البامبرز، ولا خلي امك تغير لك. وابوك اقسم بالاخوان ان قلبك معتي من القرف. خلص معه بكفي بكفي. لا جاج اخوة بكفي، خلينا المقطع الجمعة الجاي بكفي لهون قرف. يا اخوان بدي اشكر صاحبي وحبيب قلبي مؤيد، لانه هو دائما بيرسلي هاي المقاطع القصف اللي يعني المقاطع اللي بتخزي لسبب محتواي من الحكي، فهو اللي ببعث لي هاي المقاطع اللي بتخزي. فانا اليوم اجيت انشر حسابه وها هي حسابه او ها او ها ها. المهم حطيت حسابه بمكان من الاماكن هاي، فروح اشتركوا بقناة مش اشتركوا، روح اشتركوا بحسابه بالانستغرام. زلمة هيك وبضل يبعث لي مقاطع. اذا انت حاب انشر لك حسابك بالانستغرام ابعث لي مقاطع قصف عشان تساعدني كمان انزل مقاطع يوم الجمعة. مو شوف اسمع، ما بتبعث لي مقاطع ما راح انزل لك مقطع يوم الجمعة، فبعث لي مقاطع بس. لو وصل نهاية الحلقة اشترك شارك في القناة. اهم شيء صلي على النبي. صليت على النبي اللهم صل على سيدنا. يلا حط لايك. بس بدك تحط لايك.